الإنسان اللي حقيقي يصلي صلاة صحيحة هذا إنسان يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. ولذا الله تعالى في هذا الآية يقول وأقم الصلاة لذكري. صلاة قالب يقول روح اشتري تريك لأجل الإضاءة. إذا اشتريت تريك محروم يفيد هذا الشيء؟ الله يقول مو أقم الصلاة فقط، لا، وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة حتى تكون ذاكرا لي. الإنسان الذاكر لله هذا الإنسان يكون إنسانا مستقيما. الإنسان الأعوج هذا مو ذاكر لله أبدا. الإنسان اللي يرى نفسه أمام الله سبحانه وتعالى هذا مستحيل يعصي. العصيان ناشئ من أننا لا نرى أنفسنا أمام الله. أحيانا ما يعرف أنه إيش وقت خلص صلاته أصلا، مو في ذهن هذا الشيء. أما إذا الإنسان وجد نفسه أمام الله صبحا ظهرا عصرا مغربا عشاء هذا مستحيل يعصي الله تعالى. مستحيل يكون إنسان منحرف، مستحيل يكون إنسان خادع، مستحيل يكون إنسان عامل منكر وعامل سيء. من الضروري علينا من حلل نبني أنه أي وقت نصلي خلي فكرة أمام صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم يعني شنو؟ الحمد لله رب العالمين يعني شنو؟ الرحمن الرحيم يعني شنو؟ إياك نعبد. شوف خطاب في إياك نعبد وإياك نستعين من كل استعانة. اهدنا الصراط المستقيم جاء تكلم ويطرد واحد وقلبنا يذهب، هذا لا شك فيه. كل ما قلبك ذهب رجع، لأن الشيطان يأتي ليذهب قلب الإنسان من اليمين والشمال وهنا وهنا. فمن الضروري على الإنسان إذا وقف للصلاة أن يجمع فكره